من خلال الدوره. كانت اشغال الدوره تقريبا استغرقت 3 ساعات، العاشره الواحده واللي كان فيها 6 نقاط وباقي 5 نقاط في الجلسه الثانيه منها اليوم 17 فبراير. اهم النقاط اللي كانت اليوم، نبداو بالنقاط اللي حضروا لها رؤساء المصالح الخارجيه واللي كانت ممثلي الاسكان حضروا مشكورين، سي كشاطي وسي حسان حضروا نيابه عن السيده المديره واللي كانوا دائما كيتفاعلوا ايجابا مع هذا المشروع هذا، واللي ناقشنا من خلاله الامكانيه ديال استفاده الاحياء اللي كاينه في مركز ديال المدينه من مثل شارع الاستقلال ل 11 نقيط الى غير ذلك، بالاضافه لمعالجه التعثرات اللي عارفها هذا الشطر هذا، هذا الشطر الاول واللي بصددها غدا راني شرت بان غدا عندي لقاء مع مسؤول الوزاره للديبلوكاج ديال هذه المساله متعلقه بالتمويل ديال وزاره الاسكان. نتمنوا التمويلات الاخرى تلتحق بالركب وحتى هي ديبلوكي الاعتمادات ديالها انسجاما مع التزاماتها في الاتفاقيه اللي حنا نذكر ساهمنا ب 5 مليون درهم. وعندنا في الجلسه الثانيه برنامج البرمجه الفائض اللي اكيد المجلس غادي يمشي في المساهمه اما ديال الباقي او جزء منه او جزء منه. هذا فيما يخص التاهيل الحضري. نقطه اخرى هي لها الاهميه بمكان حول تعطر مشروعي مركز التصفيه بالمدينه والمركز الصحي، هذا اللي كنا نتاسفوا عليه دائما اللي خدات فيه الدوله واحد القرار ديال انه ترجع دوك الاعتمادات واللي حنا حاولنا ما رجعناهمش في وقت قليل، ولكن اليوم ما بقاش عندنا الوقت اننا نزيدوا ماشي نتماطلوا وانما نزيدوا نتشبتوا بدوك الفلوس اللي بقاو عندنا. علاش؟ على امل، على امل الوعود اللي تعطات لنا اننا ترجع وتمشي في نفس الاتجاه، بمعنى تمشي في ما هو اللي كيمس الهشاشه ديال المواطنين بدرجه اولى واللي متعلق بالصحه ديالهم، على راسهم تصفيه الدم وعلى راسهم الاكتظاظ اللي كيعرفوا المركز باحداث مركز صحي ثاني نصف المدينه بحي الحريه. هذه نقطه اللي مشينا فيها بواحد التوافق على اننا نمشيو في المقرر ديال دوره فبراير 2020 اما مع وزاره الصحه نزيدوا حنا مساهمه اخرى بالاضافه للارض، ولا كما تعطت لنا وعود تمشي بفلوس المبادره التنميه البشريه هو اللي نتمناوه، لان الجامعه بديك الفلوس والفائض على اقليتها عندها مجالات اخرى كثيره اللي خصها تدخل فيها وخمال بالغرفه غرفه الصناعه التقليديه واللي يحضروها جميع المتدخلين، المديريه ديال الصناعه التقليديه وديال التجاره ثم المجلس الجهوي ربما المجلس الاقليمي حنا والجمعيات المعنيه من اجل ايجاد حل على مستوى العقار. حنا غاديين في الاقتناء ديال ذاك العقار ودرنا ملتمس لوزاره الداخليه باش تسرع لنا هاد الامور ديال اقتناء الاراضي بالمدينه. نقطه اخرى، قطاع الصحه تاجلت لعدم حضور ممثلي الصحه وان كنا كنعذروهم بمبرر هذه الحمله اللي كيعرفها الوطن ديال التلقيح، ولكن نتمنوا واخا ما حضروش يوقفوا على النقص الحاد في الادويه والاطر الطبيه ويرجعوا لنا الناس اللي انتقلوا من المستشفى يعوضوهم يديروا رومبلاس. حول مستجد يتعلق اصلا بالهشاشه وبالمواطنين في هذه الجائحه والمتعلق بالاداء الفواتير ديال الكهرباء، التمس المجلس من المكتب الوطني للكهرباء انه يعطي تسهيلات الاداء ويراعي الظروف اللي كتمر منها الساكنه والجمود الاقتصادي اللي كتعرفوا المغرب ربما وبالوجه الخصوص فبالاحرى الجهه الشرقيه فبالاحرى المدينه ديالنا في ظل الغياب حي صناعي او منطقه التنشيط الاقتصادي. واحد الاشاره بسيطه، قلت راه المخرجات في المقرر قلنا غادي نديروا جلسه على مستوى الغرفه هي مشكوره تستدعي لنا جميع المتدخلين وحنا غاديين في الاقتناء ديال الارض. نتمناو هذاك الجلسه تكون عندها مخرجات اللي تسهلت التنفيذ ونديروها في اقرب. مساله اخرى تتعلق بالتراث والثقافه، اتفقنا مع السيد المحافظ لوزاره الثقافه اللي حضر بالتسريع بالترتيب او التصنيف او تسجيل ديال القصبه كتراث وطني، وخا ولاد العيون والمغاربه الباحثين
كيعرفوا باللي راها قصبة إسماعيلية ولكن راه خصها ترتب على مستوى الوزارة باش كتستافد من أمور أخرى على مستوى السياحة على مستوى الدعم وكذا. وفي هذا الإطار قلنا نديروا جلسة مع اتفاقية مع الإسكان والثقافة باش نبحثوا على تمويلات لتأهيل هذه القصبة الإسماعيلية اللي هي المركز ديال المدينة، والحاجة اللي كتميزنا عن الكثير من المدن الأخرى هو وجود قصبة إسماعيلية بالمدينة. شرط العقد جلسة برئاسة السيد العامل طبقا للدولية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التعمير لمناقشة الإكراهات اللي كيعرفها البناء والعقار بصفة عامة. بدينا كنحلوا الإشكال ديال خمسة ديال التجزئات اللي ما كانش عندها تسليم نهائي، كنحاولوا نستغلوا المخرجات اللي أعطتها هذه الدورية هذه باش نسلموهم نهائيا، باش المجالس المقبلة ما تلقاش إشكال ديال التدخل في هذه التجزئة. راه الا ما تمتش هذه العمليه وبقى ديغرادا البودرون او شي حاجه في ذاك التجزئات ما يقدرش المجلس يتدخل تما قانونا. ووعدنا السيد العامل بعقد لقاءات شهريه لمناقشه ايضا التجزئات اللي راها تعرف اكراهات في التسليم المؤقت واللي فاتت المدات القانونيه ديالها النصوص عليها في الماده 11 اللي هي 3 سنوات. نعم سيدي.